الجولة 16 من بطولة العالم للفورمولا 1، ويسجل فوزه 10 على ساحة الفورمولا 1. آخر فوز كان لهذا السائق أعزائنا كان العام الماضي بجائزة روسيا الكبرى. وهنا إذا نشاهد ماكس فيرستابن مركز ثاني بطعم الفوز بعد الصعوبة والمشاكل اللي واجهت الفريق خلال كل فترات هذا السباق. وهنا إذن أفضل نتيجة لفريق الريد بول على مكان كانوا عم بيعانوا، هذا المكان الوحيد.